يا سلام، هاي متعتي الوحيدة بهذا الزمان. الشيء الوحيد اللي أنسى به الأخبار والأفكار والهموم لعبة البلياردو، لعبة الملوك، لعبة والله أنا حسيتها شعبية ما أعرف. أها. سابقا يجوز كانت الملوك، بس هسه لما تروح تشوف الكل يلعبها. تمام. هذه المتعة الوحيدة اللي تنسيني وينقطع بها تفكيري عن كل شيء. لاعب الآن؟ والله يعني زين. أها. أي ما أمدح بنفسي. تغلب تنغلب بلعب. أغلب وأنغلب، هاي كرة مدورة. من أصدقائك اللي يلعبون وياك البلياردو؟ والله كانوا من الفنانين عادل المختار وشاكر حسن الموزع والملحن. تمام. وحسام كامل لاعب ممتاز جدا، ومن وعلاء الشاعر المطرب. والآن المجموعة اللي أنا معهم ما بيهم فنانين بصراحة. عندي أصدقاء عبد الله الراشد وباسم عبد الكريم ومؤيد مقدادي زوجي فردي تلعبون؟ لا فردي. اي لان ما الزوج يتحمل مسؤوليه غيرك غلطه ويغلطه. لعبه البليارد، لعبه البليارد. مره كنت انتظر عادل المختار وحجزت الطاوله قبله كانت صاله في دبي، حجزت الطاوله وتاخر عادل كان، فبنيه كانت جميله جدا ايضا تنتظر بس هي من بلد اجنبي، فقالت لي ما معنى انت ليش يضيع الوقت نلعب. قلت له اوكي. فتحنا الضوء، رفعت المثلث عن الكرات وبدأنا نلعب، بس فوجئت فيها. يعني هي جميلة لكنه أن تكون ماهرة بهذا الشكل مذهلة مذهلة. يعني بداية الكرات ما أشوفها تنحني على الكرة وترمي الكرات وتضرب ويجي شعرها هذا المنسرح الطويل ويجيب العطر ويقتحمني، وقمت دوختني خسرت 2-0 معها. أها. وإجا عادل قلت له أنا أنت استلم هذه لطيت العصب ويلعب معها. فكانت الحصيلة كتبت عنها لاعبة البلياردو. نسمع. لاعبة البلياردو: الأخضر المستطيل جاهز، والزوايا مفتوحة لابتلاع الكرات، ها أنا أرفع المثلث عنها فاعصفي بالمدورات، رتبتها بعثريها، جمعتها حركيها كقلبي إلى جميع الجهات، فالعصا بين يديك كالناي بين يدي عازف ساحر النغمات، يا لك من محظوظة منذ أول الضربات، كراتك كالأرانب تجري وكراتي كالسلحفاة، كراتك كالأرانب تجري وكراتي كالسلحفاة، ها هي السوداء وهي الأخيرة، الحقها بعشها كالأخريات. أيها الجمهور فازت صفقوا لأجمل الفائزات، إنني أهنئك على خسارتي، يا ليتها هكذا جميع خساراتي. الله الله. يا ليتها هكذا جميع خساراتي، واصعدي إلى المنصة لطفا واحزري ما مفاجآتي، كأس البطولة قلبي والوسام أحلى قبلتي. أها قبلتها؟ ما تعرف لغتنا ولا أعرف لغتها ولا تدري أنه القصيدة كتبتها.